بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة ترافلاستر او بريق السفر. لو انت اول مرة تشوفني معاك عمر الغندور، انا بقدم فيديوهات عن برامج الهجرة والسفر في الدول اللي فيها البرامج دي. لو ما شفتش الفيديو اللي فات بتاع اهم طريقة للهجرة والسفر لاهم 4 دول في الاتحاد الاوروبي، هسيبه لك فوق في علامة الاي تتفرج عليه، لانه فيديو مهم جدا وفرصة كويسة لكل الناس اللي أعمارها بتوصل لـ30 سنة إن هم يقدموا في الموضوع ده وإن هم يسافروا عن طريقه. لو عندك أي سؤال أو استفسار سيب لي تعليق وهرد عليك في خلال 24 ساعة. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشاره مع أصدقائك الراغبين في السفر والهجرة، لأن هيكون في معلومات مهمة جدا عن أهم 13 موقع لازم كل الناس اللي عايزة تسافر أو مقدمة على فيزا أو عايزة تعمل هجرة أو عايزة تعمل لجوء، أيا كان موقفك لازم تعرف 13 موقع دول، لأن هما مهمين جدا وهيوضحوا لك بالظبط كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها وتفاصيل دقيقة مهمة جدا. لو انت مهتم كمل معايا بعد الانترو ويلا نشوف. خليكم معايا. اهلا بيكم مرة تانية بعد الانترو. اول موضوع هنتكلم عنه النهاردة هو بيحل مشكلة مهمة جدا، وهي ان انت بتقدم على تأشيرة اي دولة معينة يعني انت عايز تروحها، ففي متطلبات اي تأشيرة دولة في العالم ان هو يكون معك راوند تريب اللي هي رحلة ذهاب وعودة مؤكدة ومدفوعة. تاني حاجة بيطلب منك ان انت حجز فندق مؤكد ومدفوع في خلال الفترة اللي انت رايح. طيب احنا هنعمل الموضوع ده ازاي؟ انت لو دفعت فعلا الفلوس دي انت ممكن التأشيرة تترفض وتروح عليك الفلوس دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت هتختار في الاوبشن ان انت تعمل فري كانسليشن، ان انت تكنسل حجز الفندق وتكنسل الرحلة ذهاب وعودة بشكل مجاني، بتدفع فلوس اكتر عشان خدمة الفري كانسليشن بتبقى عليها رسوم اضافية. حل المشكلة دي ان انت بتعمل حاجة اسمها الدامي تيكت، وبتعمل حاجة اللي هي دامي هوتيل ريزرفيشن. هنشوف الكلام ده ازاي. يعني انت بتعمل حجز طيران وهمي مؤكد وحجز فندق وهمي مؤكد. يعني ايه؟ يعني مش موجود، انت بتحجز بشكل سيستم اونلاين بس، وبتاخد ورقة اثبات ان الحجز ده مؤكد وان انت دفعت الفلوس وكل حاجة تمام عشان الورق بتاعك يبقى سليم تماما. هي دي الفايدة، فما بتخسرش اي حاجة. وحابب بس انبه ان حلقة النهاردة ما فيهاش اي نوع من انواع الدعاية لاي موقع من المواقع دي تماما، المواقع دي بس عشان تعلمك ازاي تخلص الخدمات دي بشكل سهل وبسيط وسريع. اول موقع معانا بتحجز فيه الدامي تيكت بداية من $5، وده انا مرتب المواقع اللي انتوا هتشوفوها معايا دي من الارخص للاغلى. هتكلم في 4 مواقع للدامي تيكت والدامي هوتل ريزرفيشن اللي هو حجز الطيران وحجز الفندق. هنا عندي بيبدأ من $5 الحجز، فعندي هنا ده اول اشتراك. تاني اشتراك حسب هو قايل لك ايه، يعني هو هنا مثلا انت عندك تقدر تعمل تعديل، وهنا صالح من اسبوع لاسبوعين. الدليفري بتاعه هيوصلك على الايميل اللي انت هتدخله من 15 لـ60 دقيقة. عندي هنا ان انا ممكن احجز فندق كمان مع حجز الطيران، ده خيار كويس جدا ان هو بـ$8. الفكرة اللي انا عايز اوصلها المهمة هنا ايه؟ ان انا بدل ما يعني هدفع فلوس كتير في حجز الطيران ذهاب وعودة وفي حجز الفندق المؤكد، فانا لما ادفع $5 او $8 فدي حاجة كويسة جدا. يعني حتى لو انت خسرت $5 او خسرت $8 مش زي ما تخسر $500 او $1000 او ايا كان المبلغ اللي انت هتدفعه في حجز الطيران وفي حجز الفندق. فانا هعمل كده ان انا عايز اشتري التيكت، بيظهر لي الخيارات ان انت ممكن تتصل بيهم او تراسلهم على الواتساب او الايميل او ان انت تطلب ان حد يكلمك. وده كان اول موقع معانا. هنخش بعديه على الموقع التاني اللي هو هاي كواليتي دامي تيكت جنريتور. بوضح فيه الرحلة من ذهاب لعودة. انا المثال اللي هتاخذه في كل الحلقة النهاردة هو اسطنبول، فانا هقول مثلا من القاهرة لإسطنبول، من القاهرة لإسطنبول، وبتاريخ بكرة اللي هو 10 ديسمبر
وهعمل كده، هضغط على كلمة جو، هيبدأ الموقع يحمل معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، كأنك بتحجز حجز طيران حقيقي تماما. عندي الحجز قدامك اهو، ده الحجز ده هتاخده مؤكد ب10 دولار. عندك حجز الخطوط الجواز التركية ب10 دولار، حجز مصر للطيران، حجز التركية، بتعمل سيلكت وبعدين بتكمل معاه، تملأ البيانات اللي انت عايز تملاها، اسمك الاول، اسمك الاخير، العملة، الايميل اللي انت هتستلم عليه، وبتعمل داونلود ناو وبتدفع بالباي بال. لو انت ما عندكش الباي بال مفيش اي مشكلة، هقولك في المواقع اللي جاية تقدر تدفع بالفيزا كارد ازاي. هندخل على الموقع اللي بعده بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. عندي هنا بس ده موقع اغلى شوية لان التفاصيل بتاعته افضل، يعني تقدر تدفع بيه زي ما انت شايف كده بالفيزا والماستر كارد، امريكان اكسبريس والديسكفر. لو انت ما عندكش باي بال عادي مش مشكلة، هو بس هنا بيستخدم بوابة الباي بال في الدفع فما فيهاش اي حاجة، وتختار الكريدت كارد هنا او الباي بال، ما عندكش اي مشكلة. باسمك الاول، اسم التايتل ده اللي هو مستر او ميسز او الحاجات دي، الاسم الاخير. عايزها وان واي ولا راوند تريب؟ طبعا لو انت حاجز تأشيرة لازم تبقى راوند تريب اللي هي ذهاب وعودة. هتقلع منين؟ هتقلع من، انا قلت المثال بتاعي اللي هو عندي هنا القاهرة مثلا، وعندي هنا اسطنبول، عندي هنا اسطنبول. بتملى لاست نيم، عدد الركاب، الايميل بتاعك، مكان الاقلاع، مكان العودة، لان انا مختار ليه راوند تريب. تعمل بوك فلايت من هنا، وبعدين بتوصلك، عندي هنا هو بتوصلك ازاي، بتاخد الدمي تيكت بتاعتك بي دي اف، بي دي اف اتاتشمنت في الايميل، مرفقة في الايميل اللي انت هتدخله بي دي اف، من 5 دقايق، في خلال 5 دقايق ل60 دقيقة. الخدمة دي بيكون تكلفتها 16 دولار، لو عايز الوان واي بيكون تكلفتها اقل من كده، وتقدر كمان ان انت تحجز الفندق كمان من على الموقع ده. بتختار برضو نفس الفكرة، يعني نفس البيانات اللي انت بتملاها هنا، وبعدين بتحجز الفندق بيكون ب20 دولار، بيوصلك من 20 دقيقة ل60 دقيقة، المدينة اللي انت رايحها، وبيطلع لك حجز الفندق اللي انت عايزه بشكل بسيط جدا. الموقع اللي معايا بعد كده برضو في نفس الكاتيجوري اللي هو الدمي تيكت، عندي هنا بيبدأ سعره من 16 دولار، ان هو كويس لابليكيشن الفيزا بصلاحية من 2 لـ3 أسابيع، ممكن يعدل لك ل4 تعديلات، ممكن يستخدم في معظم المطارات او كل المطارات. بتملى الفورم اللي انا وريت لكم شكلها، وبتعمل الدفع وبتاخدها على ايميلك من 5 دقايق لـ60 دقيقة. وده برضو موقع بيأدي نفس الخدمة، الموقع الرابع معانا والاخير في خدمة حجز الطيران والفنادق. هقول لكم لسه على موقع الفنادق بس. عندي هنا ب19 دولار الخدمة دي، بيديني نفس الصلاحيات ونفس المميزات، وبيبعتها لك على الإيميل بشكل بسيط جدا، تذكرة صالحة مؤكدة بشكل على السيستم، يعني مؤكدة على السيستم بتاع الطيران. ممكن تستخدمها في أبليكيشن الفيزا مفيش مشكلة، ممكن تستخدمها في المطار مفيش مشكلة. عندي هنا حجز الفندق اللي هتكلم عليه، انا هنا اخترت اليو اي اي اللي هو الامارات مثلا، ممكن نخلينا على مثالنا ونختار اسطنبول، اسطنبول يوم 10 ديسمبر، ونعمل بحث كده. ده حجز الفنادق، هيجيب لي الفنادق اللي انا ممكن احجزها في اسطنبول، حجز مؤكد، حجز مؤكد في المدة اللي انت عايزها. بختار هنا، عندي هنا بحجز الفندق اهو ب10 دولار، عندي هنا بقية الفنادق، تختار اي، كله ب10 دولار زي ما انت عايز، تختار الحجز المناسب ليك. تمام، نيجي هنا بقى لنقطة مهمة جدا في فيديو النهاردة، والموقع الخامس معانا هو موقع سكاي سكانر، وهو افضل موقع حجز طيران انا جربته واتعاملت معاه في حجوزات الطيران، عشان اعرف الاسعار والروت والطريق ومدة الرحلة والمطارات وكل المعلومات دي. افضل موقع هيديك كل المعلومات دي هو سكاي سكانر. ليه؟ لان هو بيجيب لك ارخص سعر للرحلات. مواقع تانية زي كاياك او ويجو او حاجات تانية اكتر، بس مش بيجيب لك ارخص رحلة، ومش بيجيب لك مدة اقصر رحلة، ودي حاجة مهمة جدا. وهنا بيعرفني الترانزيت مدته قد ايه. طيب خليني هنا اجرب، هكتب مثلا نغير بقى القاهرة، ونكتب هنا مثلا
خلينا نختار هنا مطار الجزائر ونكتب هنا اسطنبول مثلا اني، خليها اسطنبول اني، وهندخل يوم 14 ديسمبر وهنخليها وان واي. الاول هناخد مثال وان واي اللي هو الجزائر اسطنبول، وهناخد مثال راوند تريب هنخليها من القاهرة لاسطنبول، وهندور كده هنعمل سيرش الفلايتس. يبدأ الموقع يحمل معايا زي ما انتم شايفين، وكل الموقع بيعمله ان هو بيجيب لك دلوقتي افضل الخيارات اللي انت ممكن تحجز بيها، يعني الموقع بيشوف لك احسن حاجة ممكن تتعمل. جاب لي هنا من مطار الجزائر لاسطنبول بيقول لي مدة الرحلة 9 ساعات ونص. عندي هنا اختيار الافضل واختيار الارخص واختيار الاسرع، طبعا دي اهم 3 اختيارات لاي حد رايح يحجز رحلة سفر. ارخص في السعر، الاسرع في الوقت. ايه هو الافضل بقى؟ الافضل ده اللي هو بيعمل لك الكومباينيشن بين الارخص والاسرع، يعني بيجيب لك الوسط بين السعر والوسط بين الاسرع كساعات طيران. بيقول لي هنا على الشمال زي ما انتم شايفين الفرق بين الدايركت اللي هو الرحلة مش هتتوقف، ورحلة بتوقف واحد، والرحلة اللي فيها توقفين، وهيوضح لي كل بيانات الرحلة دلوقتي. هتخليكم معايا يعني زي ما انت شايف، مثلا انت هتختار اول رحلة هيجيب لك التفاصيل بتاعتها، كل حاجة انت عايز تعرفها عن الرحلة دي. هتقف مرة واحدة من الجزائر لاسطنبول، هتقف في مطار اسمه FCO، ده مطار في ايطاليا، هتقف في ايطاليا تعمل ترانزيت وبعدين هتكمل على اسطنبول. دي بيانات الرحلة اللي انت محتاج تعرفها. بتبدأ تحجز لما بتعمل سيلكت، بيدخلك يا اما الحجز بيكون عبر موقع سكاي سكانر نفسه، يا اما بيكون عبر موقع تاني بيتعاون مع سكاي سكانر او موقع رحلات. تحجز وبتدفع وبتجيلك التذكرة على الإيميل، بتروح بتطبعها على ورقة أو بتخليها على الموبايل PDF عادي، بتروح بيها المطار في حجز المطار، بيديك التيكت بتاع المقعد والحاجات دي بشكل بسيط جدا، يعني مش محتاج مكتب سياحة ولا محتاج الكلام ده خالص. الموقع ده هو عندي موقعين بيقدموا الرحلة دي، موقع تريب وموقع اي دريمز، بيقدموا الموقعين دول اهو بيقدموا الرحلة دي. طب هناخد المثال التاني على موقع سكاي سكانر اللي انا قلت عليه، ان انا عايز احجز من القاهرة اهو، من القاهرة لاسطنبول، بس هحجز الراوند تريب اللي هي رايح جاي، خليت الرايح يوم 14 والراجع يوم 21. هشوف هنا الرحلات هتبقى قدامي شكلها عامل ازاي، يحمل معايا عشان يجيب لي افضل خيارات. جاب لي هنا نتائج كتير جدا، جه عنده 827 رحلة من القاهرة لإسطنبول، أرخص رحلة ب 5016 جنيه، وأسرع رحلة بتاخد 2 ساعة و5 دقايق من القاهرة لإسطنبول، ده طبعا وقت ممتاز جدا. عندي الرحلة المباشرة وعندي الرحلة اللي بتوقف واحد والرحلة اللي بتوقفين. لو جيت أشوف البيست اللي هو أفضل حاجة زي ما قلنا عليها، في المتوسط 2 ساعة و13 دقيقة. عندي هنا الأسعار أهي، عندي هنا النيل للطيران، دي شركة محلية للطيران، أحسن سعر هو النيل للطيران ب 5500 جنيه. عندي برضو مصر للطيران أغلى شوية، عندي قطر إيرويز. هتقلب بقى هتلاقي يعني النتائج مش هتخلص معاك، يعني عندي الخطوط الجوية القطرية، عندك الخطوط الجوية التركية، لو نزلت شوية هتلاقي العربية، وهتلاقي عندي هنا بيجاسوس الروسية هي موجودة، دي رحلة مشتركة بيأوبريت عليها الإيجيبت إير، مصر للطيران وبيجاسوس. اختار المناسب ليك، المهم يو جات ايديا، انت اخدت الفكرة. ده بالنسبة لسكاي سكانر افضل موقع حجز طيران، بس في الحالة دي طيران فعلي رسمي مؤكد غير المواقع اللي فاتت. هندخل بعد كده على الموقع الثوري جدا في خدمة الفندقة، وهو موقع اير بي ان بي. ليه انا بقول ان هو موقع ثوري وان هو من افضل مواقع حجز الفنادق والغرف والفلل والشاليهات وكل حاجة انت عايزها؟ لان هو بيتبع فكرة اوبر، ان فكرة اوبر ان هو واحد عنده عربية فبيوصل الناس من خلال ابلكيشن. اير بي ان بي مش زي بوكينج ولا زي اي موقع التانية، دي بيكون في اونر عنده بيت او عنده شاليه او عنده شقة او حتى عنده فندق ايا كان، بيأجره ليك في المكان اللي هو يا يعني اما مش موجود فيه في الوقت اللي هو يا اما مش موجود فيه، يا اما هو بيعمل كده عشان يتكسب من الموضوع ده.
فاير بي ان بي طبعا اخر حاجة ثورية في الحكاية دي، واخر حاجة كويسة جدا تقدر تعتمد عليها في الموضوع ده، لان منك للاونر على طول. وهنشوف دلوقتي انت تقدر تعمل كده ازاي. انا هكتب هنا اللوكيشن اللي هو اسطنبول، لان هو ده المثال اللي احنا ماشيين عليه. هختار التواريخ بتاعتي، خليها من 20 ديسمبر، وهعمل اللي تشيك اوت خليه مثلا 28 ديسمبر، عشان ايه؟ ابقى خدت عدد ايام كويس. لا يعني خلينا من 20، ماشي. بعمل هنا سيرش كده وهيبدأ يوريني في ايه موجود في اسطنبول، وهيجيب لي السعر، وهيجيب لي كل حاجة أنا محتاج أعرفها، وكل الفرايتي والاختيارات اللي أنت محتاجها هيوضحها لك اير بي ان بي. طبعا ده وورلد وايد، يعني الموقع في جميع أنحاء العالم. بوكينج ما عادش خيار أمثل في الوقت اللي احنا فيه ده، لأن بوكينج فيه مشاكل كتير جدا مش حابب أتكلم عنها. بس خلينا ندخل نشوف اير بي ان بي بيقدم لنا ايه. خيار اهو ان هو بيقدم لي غرفة في سنتر المدينة، أنا ب 362 دولار في الشهر. فبفتح كده الغرفة دي أشوف نظامها عامل إزاي عشان أعرف بيانات أكتر عنها. هلاقي صور الغرفة موجودة ومساحتها قد إيه، بيقول لي إن هي نظيفة جدا، بتشيل لحد ضيفين، غرفة نوم واحدة، سرير، حمام مشترك، عندي هنا كيتشن، واي فاي، ووشر ودراير، وعندي هنا كل حاجة أنا محتاجها في الغرفة دي. بس ما عنديش سموك ألارم، وهو بيقول لك طبعا يعني هي متاحة للمدخنين ولا غير متاحة للمدخنين. بي فيو، بتشوف الخليج، بتشوف السيتي سكاي لاين، فيها مطبخ، فيها بيتش أكسس، يعني بتدخل فيها على الشط، فيها بيسمح فيها بالحيوانات، ودي حاجة كويسة لأن ما فيش ناس كتير يعني بتسمح بالحيوانات. عندي فري ستريت باركينج في الأيام اللي أنا محتاجها دي. هو حسب لي هنا يعني بيقول لي هتدفع 460 دولار، عامل لي هنا ديسكاونت 177 دولار، وفي نظافة 4 دولار، وفلوس الخدمة 44 دولار. وعندي هنا الشخص صاحب الخدمة، ده زي ما قلت لك انت بتتعامل معاه دايركت، ده الشخص صاحب الخدمة. عندي الريفيوز بتاعته 43 ريفيو، وهم تحققوا منه الايدنتيتي فيريفايد، واخد كمان بادج السوبر هوست، وبيعرف لغة انجليزية ولغة تركية، وبيرد على طول في خلال ساعة، بيرد عليك لو انت عايز تأجر منه. عندي هنا اللي تشيك ان واللي تشيك اوت، يعني يو جات ذا ايديا، انت كل اللي انت محتاجه على الموقع ده هتلاقيه. ده تركيا بس كانت مثال، عايز تاخد اي مثال تاني او اي دولة او اي مكان تاني معاك، الموقع دور عليه، وسهل ان انت تعمل اكاونت وكل حاجة، ما فيهاش اي مشاكل خالص. وده برضو من الحجز المؤكد، احنا اتفقنا ان انت على التأشيرة خد الدامي تيكت في كل حاجة، خد الدامي هوتل في كل حاجة، بس بقى ما مش هترتبط بيهم طبعا، يعني انت خلاص هتسافر واكدت السفر بتاعك، هتحجز من على سكاي سكانر. تاني حاجة هتدخل على اير بي ان بي تعمل الرنت او المكان اللي انت هتقعد فيه من عليه. ندخل بعد كده على الموقع اللي بعده. اهم حاجة في الفلايت كونكشنز ان هو بيقول لي الروت بتاع الطيارة. الروت مهم جدا، لان انت لو اتأخرت الطيارة بتاعتك عليك ساعة مثلا او نص ساعة، بيبقى في سبب مهم لتأخير الطيارة، يعني غير في اسباب كتير طبعا لتأخير الطيارة، بس في سبب مهم منها ان هو كان ماشي في روت، الطيار كان ماشي في روت وغير الروت بتاعه، خد روت تاني او عدى من مكان تاني، فده اللي عمل له التأخير. طبعا ممكن يكون السبب خارج عن ارادته زي حاجات جوية او كده. فالموقع ده بيعرفك الروت اللي هو ماشي فيه الطيارة ازاي. انا هعمل هنا من كايرو اهو، هختار هنا اسطنبول، كايرو لاسطنبول، هيجيب لي هنا كل الروتس زي ما انتوا شايفين، الموقع لايف قدامك حي، بيجيب لك كل الروتس من القاهرة لاسطنبول، عندي كام روت، والطيارة الطريق اللي هتاخده قد ايه، وبيجيب لي هنا كمان على الشمال الرحلات ووقت الرحلات وعدد المايلز اللي الطيارة هتاخدها، بيعرفني الروتس الدايركت المتاحة للرحلة ديت قد ايه. طبعا لو انت رايح مكان تاني فيه ترانزيت، فالموقع ده هيفيدك اكتر، لانه هيعرفك الترانزيت ممكن ايه الالعاب، يعني هيلف منين او هيدخل فين، او ممكن الدول اللي يعدي عليها. هشرح دلوقتي موقعين مهمين جدا في حجز التأشيرة الفورية او حجز التأشيرة الالكترونية
أو المساعدة في ورق التأشيرة، ودي حاجة مهمة جدا، وأنا خليتها في آخر الفيديو لسبب كويس عشان تشاهد الفيديو للنهاية عشان ما يفوتكش أي حاجة. أعمل لايك بقى لو لسه ما عملتش لايك، لأن زي ما أنت شايف المعلومات كويسة جدا إنك تعرفها، كويس إنك تعرف الحاجات دي لأن هي هتفيدك جدا جدا لو أنت عايز تسافر. خلينا نشوف موقع فيزا اتش كيو يقدر يساعدني إزاي في إن أنا أحجز بيانات التأشيرة أونلاين. أنا بدل ما أدخل للموقع مثلا اللي أنا الدولة اللي أنا هسافرها وأحجز بيانات التأشيرة أونلاين، أو أنزل استمارة أو أملى استمارة وأعمل كل الكلام ده، كل الكلام ده يقدر يتسهل بشكل كويس جدا من على موقع فيزا اتش كيو ومن الموقع اللي بعده كمان. خليني انا هنا مثلا بس عايز اقول حاجة مهمة، ان هو على حسب نظام التأشيرات في بلدك والبلد اللي انت رايحها، يعني في الموقع هيقدر يساعدك في حاجات ويسهلها لك كويس قوي، ومش هيقدر يساعدك في حاجات تانية خالص لان دي بتكون خارجة عن ارادته. يعني انا هنا مثلا جاي بحاول أملى بيانات تأشيرة من مصر للإمارات، قال لي إن في مشاكل بسبب الكوفيد 19، مشكلة بتاعة الكورونا فيروس. فأنا هكتب مثلا هنا المغرب مثلا، إن أنا عايز تأشيرة المغرب من مصر وهشوف المطلوب مني إيه. فقال لي إن هو ممكن في تأشيرة سياحة لمدة 90 يوم وفي تأشيرة عمل لمدة 90 يوم. فأنا اخترت تأشيرة السياحة للمغرب لمدة 90 يوم من مصر، هضغط على جيت ستارتد كده هيجيب لي الابليكيشن اللي أنا هملاه بتاع التأشيرة وهدفع الفلوس، وبعدين هيبعت لي التأشيرة على الإيميل بتاعي. يعني أنا هنا هبدأ أملأ كل البيانات دي، عايز إن هي 90 يوم، الموقع هيخلص لي التأشيرة دي في 15 يوم، المبلغ اللي أنا هدفعه مكتوب هنا في النهاية، أول اسم ليك في الجواز، تاني اسم ليك في الجواز، التاريخ بتاع ميلادك ميل ولا في ميل، مكان الميلاد، كل دي حاجات موجودة في جواز السفر. سهل جدا وسريع جدا، وفي خلال 15 يوم بيديك تأشيرة المغرب بيبعتها لك. وفي الخطوة التانية بيقولك الشيبنج ازاي، هيبعتها لك ازاي، عايزها بالايميل، عايزها بالدي اتش ال، عايزها بارامكس، اي حاجة انت عايزها. طيب اللي انا كنت بقوله، الموقع قدر يساعدني في تأشيرة مصر للمغرب. في زي كده دول تانية كتير، كل اللي انت هتعمله هتدخل الدولة اللي انت فيها والدولة اللي انت رايحها، لو الموقع يقدر يساعدك هتلاقيه بيساعدك على طول، وبتدفع الفلوس وبتاخد التأشيرة بشكل سريع جدا. اي فيزا نفس الكلام، يعني اي فيزا هنا بيقول لي نفس الكلام، بس اي فيزا يعني اشهر، واي فيزا معروف اكتر لان هو بيتعامل او فيتشرد مع البي بي سي. عندي هنا اهم الوجهات اللي هو بيديها التأشيرة، خليني ادخل هنا على تركيا واشوف هيساعدني في فيزا تركيا ازاي. يعني هكتب مثلا مصر مثلا، يعني هدخل هنا على الموضوع، هملأ كده البيانات بتاعتي، هتكمل في 7 دقايق هيديك الفيزا الإلكترونية تقدر تدخل بيها لتركيا من مصر. هنا بيقول لي إن هو بتملى البيانات أونلاين وبتحصل على التأشيرة بشكل أونلاين، وهنا مش محتاج إن أنت تتعامل مع السفارة التركية نهائيا، بتاخد التأشيرة بشكل مبسط وسريع. وهنا بيقول انت بس داخل المطار في تركيا بتوري له حاجتين، التأشيرة اللي معاك دي وبتوري له جواز السفر بتاعك، بمعنى خلاص ما عادش مطلوب ان التأشيرة تبقى مطبوعة على جواز السفر بتاعك، لأ انت ممكن تكون التأشيرة في ايدك وممكن يكون جواز السفر في ايدك، مفيش اي مشكلة. اخر موقعين هتكلم عنهم، وانا اسف ان وقت الفيديو طول، بس يعني هما 13 موقع اهم من بعض. يعني موقع نامبيو بشكل بسيط بيقول لي تكاليف المعيشة في البلد اللي انا رايحها، وبيعرفني كل تكاليف المعيشة في البلد اللي انا رايحها. خليني هنا برضو يعني ستيك تو نفس المثال اللي هو بتاع اسطنبول، اكتب هنا اسطنبول عشان اعرف تكلفة المعيشة في اسطنبول عاملة ازاي. اختار هنا، جايب لي هنا الليرة التركية. طبعا انا يعني استخدامي الموقع ده كتير جدا، بختار دايما الدولار لان هو العملة العالمية اللي كل الناس بتسافر بيها هي الدولار، وان كان بتستخدم اليورو في الاتحاد الاوروبي.
عندي هنا في تكلفة المعيشة بيقول لي في اسطنبول للفرد الواحد من غير الرنت اللي هو الإيجار 305 دولار، وبيقول لي هنا إن اسطنبول أرخص من القاهرة بنسبة 27%، والإيجار في اسطنبول أغلى من الإيجار في القاهرة بنسبة 3%. طبعا هو عايز تقارن بلدين ببعض، بتقارن عادي، عايز تعرف أي معلومات بتعرفها بشكل عادي جدا، وبقى معلومات عن الوجبة بتتكلف كام، وجبة ماكدونالدز، وجبة هنا الخضار، الحاجات اللي بتشتريها السوبر ماركت، يعني الترانسبورتيشن اللي هو النقل بيتكلف كام، اليوتيليتيز اللي انت عايز تعرفها، التشايلد كير لو عندك اولاد، مصاريف الملابس، عندي هنا الايجار. ودي من اهم الحاجات اللي انت تحسبها، يعني جوه سنتر المدينة غير بره سنتر المدينة، وغرفة غير 3 غرف. عندي هنا في اسطنبول مثلا في سنتر المدينة 256، بره سنتر المدينة 153. سعر المتر المربع لو هتشتري، المتوسط الراتب قد ايه، متوسط الراتب اللي هو النت يعني بعد خصم الضرائب في اسطنبول بيكون 289 دولار. اخر موقع معايا اللي هختم بيه النهارده بس تايم تو جو بيقول لك ايه افضل وقت تقدر تسافر فيه. هختار هنا مثلا افريقيا، وهقول له ان انا عايز مثلا اختار مصر عشان يقول لي ايه افضل وقت اسافر فيه في مصر. اختار الميدل ايست، ماشي، اختار الميدل ايست، وبعدين هختار مصر، وهقول ان انا عايز اروح اسوان، فهو هيقول لي ايه افضل مكان ازور في اسوان، يعني ايه هيقول لي ايه افضل وقت ازور في اسوان، يجيب لي هنا درجات الحرارة بتاعت اسوان في خلال السنة والاوقات بتاعتها والاسابيع، وتكلفة الرحلة، تكلفة اليوم اللي انا هقضيه في اسوان هيكلفني كام، والمطاعم اللي انا هقعد فيها، وهيجيب لي كل البيانات اللي انا عايز اعرفها والمواقع اللي انا محتاجها وكل المعلومات. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة، وطولت عليكم بس كنت لازم اعرفكم المعلومات دي. اعمل لايك للفيديو ده وشاره مع اصدقائك الراغبين في السفر والهجرة، واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل، وعندك اي سؤال او استفسار سيب لي تعليق وهرد عليك في خلال 24 ساعة. وشكرا ليك وعلى متابعتكم اللي اتشرف بيها دايما، ومع السلامة.